شاهد انت بين بشر مصر في المواقع المصري الاقبليه زي ما حضرتكم شايفين نتواجد هنا في مسجد المزهريه هنا في باب الشعريه طبعا يعني نقلا لوفاه نرجس مشجعه النادي الاهلي التي توفت يعني عقب مباراه النادي الاهلي والاتحاد الاسكندري زي ما حضرتكم شايفين الاسره والاصدقاء هنا يتواجدان طبعا يعني انتظار وصول الجثمان الى المسجد للصلاه على الجثمان طبعا لسه يعني بالضبط مش عارفين امتى الجثمان زي ما حضراتكم شايفين يعني هنا انهيار كبير جدا من اصدقاء نرجس طبعا وحزن شديد عليهم بسبب وفاة صديقتهم يعني زي ما حضراتكم شايفين مشاهد مؤثرة جدا تمام لو انت سامعني زي ما حضراتكم شايفين انهيار شديد جدا للاسره والاصدقاء هنا طبعا في وفاه نرجس مشجعه النادي الاهلي يعني كله هنا بالاسود يا ماما نرحم ميتين اهلا سبحان الله يا باقي هبعت لك عنوان دلوقتي وممكن نطلع عشان مش معايا شبكه انهيار صديقات مشجعه الاهلي زي ما حضراتكم شايفين انهيار كبير جدا للاسره والاصدقاء يعني كله على وجه الدموع زي ما حضراتكم شايفين مشاهد مؤلمة جدا هنا لأصدقاء نرجس مشجعة النادي الأهلي طبعا الذي توفت عقب مباراة الأهلي والاتحاد الإسكندري زي ما حضراتكم شايفين يعني حزن شديد جدا وبالدموع على وجههم طبعا بعد فقدان صديقتهم طبعا في حادث طريق أمام ملعب برج العرب بالإسكندرية Whoa.
لا ما انا مشكله موبايل مش عارفني اه موبايل اه ماشي مش سامي التوفيق؟ قد كده يا عم. خلف، أنت فعلا ربنا يسخرك، لما البنات كتير وصلوا حضرتك متابع معاهم؟ اه. هما فين؟ هما فين؟ أستاذ ياسر؟ أستاذ ياسر؟ لا ياسر مش مهندس؟ اه. ربنا يسخرك. ربنا يسخرك. حزن وانوار شديد على كل هنا متواجدين من اصدقاء نرجس زي ما حضرتكم شايفين يعني كله مقطع نفسه من العياط بسبب رحيلها طبعا يعني رحلت عن عالمنا امبارح بعقب مباراه النادي الاهلي والاتحاد الاسكندري في برج العرب بعد حادث مؤلم جدا يعني عربيه نقل تم الدعس لفتاتين واحده من القاهره وهنا واحده من المنوفيه